الممثلة وفاء عامر في برنامج واحد من الناس من تقديم الإعلامي عمرو الليثي قالت تصريح أنه متأكدة اللي هو باش يعجب الناصر البدوي خاصة. خلينا نسمع. يعني ممنوع نلبس عريان، ده كنت من ساعة ما اتجوزته وأنا بقيت أحب كمان الشكل المحتشم الحقيقة. يعني ممنوعات، ممنوع مثلا صاحبة أشوفها ما تعجبنيش، هو يعني في الحاجات دي صعب. لا هو سعيدي قوي يعني، لا هو عودني كمان ما نزلش من البيت قبل ما أقول أنا نازلة. هذا الكلام تحكي فيه نصر على زوجها، زوجها يمنحها انها تخرج من غير ما تشاوره تلبس اللباس المحتشم، وزيد اذا فما صحبه وهي عجبتها الحكايه وزيد اذا عندها صحبه هي ما تروقلوش مثلا يقول لها ليه ابعد عليها، تبعد عليها بلوتو. برشا تفاعل فما اللي يكتب وعجبه كلام وفاء عامر وقال هكا نسي ولا لوح، لازم المراه تسمع كلام راجلها، وفما اللي قال وينو من سي هذوما في تونس اللي ما يعملوش راس براس مع راجلها، وفما بالطبيعه اللي كان معارض لكلامها وكتب ويني شخصيتك هاك مفسخه ونوفى بالتعليق هذا، هذه كان جات تونسيه راهي قامت قيمة عليها وراه وكل النساء الديمقراطيات الكل خرجوا يتظاهروا. كان جات في تونس سونيا راهي عملت عليه إيديتوس ساعة الفنانة ولا كذا، رجل يعتبر مفخرة ناصر أنه يكون فنانة يوصل يقنعها بالشيء، مش حتى بالعارك معناها صارت مقتنعة بالأشياء وتدافع عليهم. وهذه المرأة نعتبرها من المرأة موديل، أنا بالنسبة لي أنا مقياس ورجل موديل زي. الرجل موديل والمرأة موديل كوب الموديل تطيع في رجلها، تسمع في رجلها وتسمع في كلامه وتقول له راو أنا أخويا اللي تقول لي أنت تحدد لي نصوم ولا ما نصومش، نرقد نخرج مع صاحبتي ولا ما نخرجش، هذم كلهم حاجات تبين حتى انه مرأة مطيع، وذلك هو الحاجة اللي مطلوبة وإحنا خرجنا منها ما له رزمو هربنا عليه ولا كل واحد يحب يعمل واحد ونخرج مع صاحبتي كان عجبك ما كان عجبكش مع صديقة مع صديقة ولا صاحب محمود. ربي تفرش في البوليميك اللي صايرة مع وفاء عامر الناصر ولا مع محمد رمضان والمشهد اللي قامت عليه الدنيا وقعت آخر هذا كان نحكي عليه يا أنكوكو في الخدمة، قالت ما يتدخلش في خدمتها في الخدمة هي حرة معناه عنده أوقات معينة وأوقات أخرى يستخير يا راجل فاهم الأمور هذه بالغلط.